كبير كبير جدا ومهم جدا. ولما بنتكلم برضو ان بعض الابحاث الخاصه بالاساتذه المصريه وكمان علمائنا ممكن تتاخد وتروح الى جانب نوبل، ده حقيقي فعلا، لان احنا النهارده منورنا قامه كبيره جدا وهو الاستاذ الدكتور محمود عبد العاطي، وهو نائب رئيس الاتحاد الافريقي للرياضيات وكمان رئيس معامل التاثير العربي اللي منورنا النهارده. بنرحب بيك معانا دكتور. اهلا وسهلا. الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ منورنا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. طيب دكتور، في البدايه كده حابين برضو نتعرف اكتر على مجال حضرتك، ويعني ايه هي معامل التاثير العربي اللي يمكن ناس كتير ممكن ما تكونش عارفه المصطلح ده بيعني ايه؟ في البدايه طبعا يعني انا محمود عبد العاطي، انا تخصصي في الاساس رياضيات، ولكن المجال الدقيق في حاجة اسمها المعلوماتية الكمية. تمام. معلوماتية الكمية اللي هي مرتبطة بإنتاج كمبيوتر كمي، كمبيوتر كمي صغير كده تحت الميكروسكوب ممكن نشرحه. يعني معامل التأثير العربي، ويعني معامل التأثير العربي ده على طول يفكرنا أول ما نقول فيه تصنيفات دولية يبقى نذكر برضو معامل تأثير عربي. كان العالم بيصنف الانتاج اللي منشور باللغات المختلفة، في هيئتين بس في العالم بيصنفوه، هيئة اسمها سكوبس وهيئة اسمها كلاريفيت. الهيئتين بيصنفوا كل الانتاج، ولكن الانتاج باللغة العربية محدش بيصنفه. فمعامل التأثير العربي ده جاء، المشروع ده انا عملته في سنة 2007، الحمد لله حقق نجاحات كبيرة بحيث ان احنا نصنف كمان الانتاج باللغه العربيه. وقدرنا ان احنا ناخد يعني خطوات كبيره جدا بحيث ان احنا نحط الانتاج المنشور باللغه العربيه على الخريطه العالميه، وبدا العالم يعرف دلوقتي البحوث اللي منشوره باللغه العربيه. ده الفكره ببساطه عن معامل التاثير العربي. عظيم جدا. دكتور، ايه حكايه بقى يعني اختيارك من ضمن يعني 2% على مستوى العالم ضمن افضل التقييمات والتصنيفات الخاصه بالابحاث والجزء العلمي؟ هو القصه بتاعه تصنيف ستانفورد لاعلى 2% في العالم هي خدت زخم كبير جدا في الثلاث سنوات الاخيره اللي بدا فيها التقرير. تمام. وانا لحسن الحظ ان انا كنت في الثلاث سنوات المتتاليه، ولكن لازم نضع يعني الحقيقة، مش معنى انه في باحث ان احنا من حقنا نحتفل، وفعلا الناس اللي جم في التقرير كلهم متميزين علميا، ولكن هو المسمى بتاع التصنيف اللي بدأ ينتشر في بعض المناطق من العالم انه تصنيف ستانفورد هو مش تصنيف ستانفورد. أيوة. ولكن هو بحث تم اجراؤه من باحث اسمه جون، هو الباحث بينتمي لجامعة ستانفورد. يعني التصنيف مش تابع للجامعة؟ لا، التصنيف مش تابع للجامعة، الجامعة ما تبنتش انه قالت ان احنا بنعمل تصنيف، هو بحث، او نفت انه التصنيف ده تصنيف ستانفورد. ولكن هو احنا في الموضوع وعارفينه ازاي بدأ، هو بدأ من باحث بيعمل في جامعة ستانفورد. وبدأ يضع معايير وياخد معيارين مهمين جدا من قاعدة بيانات كبيرة، قاعدة بيانات اسمها سكوبس، قاعدة البيانات دي بتصنف الانتاج اللي منشور في العالم كله. فهو خد قاعدة البيانات دي وبدأ يضع المعايير بتاعته اللي هو بيعتمد على كم بحث نشر الباحث، كم مرة اسمه كان في الأول، كم مرة اسمه كان في الآخر، كم مرة تم الاستشهاد بالعمل بتاعه، وبدأ يعمل المعادلة بتاعته دي وصنف بناء عليها كل باحثين العالم.